المشروع الأول الكلمة للسيد الوزير المحترم لتقديم مشروع القانون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب المحترمون. يشرفني أن أقدم أمام مجلسكم الموقر مشروع قانون رقم 16 يقضي بتغيير وتتميم القانون 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والذي يندرج في إطار الاستعداد لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب. وقبل استعراض أهم مضامين مشروع القانون المذكور، أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة الذين برهنوا خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة بتدخلاتهم وملاحظاتهم البناءة أن الجميع يطمح بإرادة قوية إلى إرساء المزيد من الضمانات لترسيخ نزاهة وشفافية المسلسل الانتخابي وتوفير الشروط الملائمة لتوسيع المشاركة في الحياة السياسية الوطنية. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بروح التوافق التي سادت أشغال اللجنة المذكورة وبالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها مما مكن من حصول إجماع حول مقتضيات هذا المشروع الذي يروم بالأساس توسيع مجال المشاركة في الانتخابات القادمة من خلال فسح المجال أمام المواطنين والمواطنات، خاصة منهم الشباب غير المقيدين في اللوائح المحصورة في 31 مارس 2016 من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح، مع إتاحة الفرصة أمام اللجان الإدارية برئاسة السادة القضاة من أجل تحيين الهيئة الناخبة عن طريق إجراء عمليات الشطب القانونية وإدخال الإصلاحات اللازمة. إن الغاية من المقتضيات الجديدة التي جاء بها المشروع تتمثل من الناحية العملية في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، سواء فيما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، أو فيما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها والمنازعة في هذه القرارات وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها، وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت. وأود الإشارة أن التدابير المقترحة في مشروع القانون المعروض عليكم تجد أساسها في العبر المستخلصة من الانتخابات العامة الجماعية والجهوية ليوم 4 سبتمبر 2015 والصعوبات التي أبانت عنها، ذلك أن المقاربة المعتمدة تهدف إلى ضبط كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع بارتباط مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني، وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص التي رفضت طلبات قيدهم بقصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء. وفي هذا الصدد يقترح مشروع القانون الجديد تحديد انتهاء فترة تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة على اللجان الإدارية إما مباشرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني
من داخل الوطن ومن الخارج في اليوم 60 السابق لتاريخ الاقتراع. ويحدد مشروع القانون أجل 7 أيام لاجتماعات اللجنة الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وتصحيح الأخطاء المادية، مع تحديد أجل 3 أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى المعنيين بها، كما يخصص مدة 7 أيام بما في ذلك يومي السبت والأحد لإيداع الجدول التعديلي قصد إطلاع العموم على أشغال اللجنة، وهي الفترة المخصصة أيضاً للطعن في قرارات اللجنة الإدارية. وتبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها داخل أجل 5 أيام مع تبليغ حكمها فوراً إلى اللجنة الإدارية وإلى الأطراف الأخرى المعنية. وسيتم حصر اللوائح الانتخابية بصفة نهائية في اليوم 40 السابق لتاريخ الاقتراع، وكل شخص قضت المحكمة بقبول طلب طعنه يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بإدراج اسمه فوراً في اللائحة الانتخابية. ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية من استعمال المعطيات المتعلقة بالهيئة الناخبة في عملية تواصلها السياسي مع الناخبات والناخبين في إطار حملاتها الانتخابية، ينص مشروع القانون على حق الأحزاب في الحصول على مستخرج من اللوائح الانتخابية يكون مبوباً حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة والمقاطعة، وذلك وفق مسطرة حددها المشروع بدقة. سيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب المحترمين، انطلاقاً من التعديلات المقترحة في مشروع القانون المعروض على أنظار مجلسكم الموقر، وأخذاً بعين الاعتبار لتاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المحدد في يوم 7 أكتوبر 2016، فإن عملية تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد ستنتهي يوم 8 غشت 2016 على أن يتم حصر النوائح الانتخابية في يوم 28 غشت 2016. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد للسيدات والسادة النواب المحترمين ومن خلالهم لكافة الفاعلين المعنيين أن إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود في أقرب أجل سيساعد على توضيح الرؤية أمام الهيئات السياسية وكذا المواطنات والمواطنين الراغبين في المشاركة في الانتخابات المقبلة. ومما لا شك فيه أن انخراط جميع الفاعلين في المرحلة التمهيدية للاقتراع كل من موقعه سيساهم في إنجاح عملية إعداد الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، باعتباره يشكل لبنة أخرى تنضاف إلى الصرح الديمقراطي لبلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً السيد الوزير المحترم.